بسرعه نروح لمباريات النهارده واستعراض مباريات اليوم. يمكن في هذه اللحظات وانا معاكم على الهواء مباشره في ثلاث مباريات في الدوري الانجليزي. ساوثهامبتون بيستضيف توتنهام هوتسبير، وكريستال بالاس بيستضيف نوريتش سيتي، وواتفورد بيستضيف ويست هام يونايتد. طبعا كريستال بالاس في هذه اللحظات متقدم على نوريتش سيتي بهدف مقابل لا شيء، وواتفورد ايضا متقدم على ويست هام يونايتد. وفي الختام في السهره النهارده الساعه 10 ليستر سيتي بيستضيف ليفربول. بالتاكيد محمد صلاح النهارده عنده ارقام قياسيه، اذا استطاع انه يحرز هدف هيكون عنده رقم قياسي مهم جدا في مبارياته في الدوري الانجليزي او حتى مع كل الفرق الانجليزيه في جميع المسابقات في انجلترا. طيب دي كانت مباريات النهارده في الدوري الانجليزي، والختام زي ما قلت مباراه ليستر سيتي مع ليفربول.